للإنتاج السينمائي يقدم. نجمة الجماهير نادية الجندي. الرغبة. إلهام شاهين. ياسر جلال. صلاح عبد الله. بس استنى بس، ده مش تصرف ظريف منك ابدا. ايه المليطه اللي كنا فيها امبارح دي؟ بتوع الاداب شابوا خبر يا هن بقى. يا راجل يا ناد، تضربها وهي حامل؟ الرغبه. انت جايه بعد السنين دي كلها عشان تقولي لي الكلمتين دول؟ يا نونا ما تفهميش غلط، انا عمري ما اتحطيت في موقف صعب زي ده. الشغل يعني هيطير. يعني امال اللي هطير؟ ده انت اللي مطير عقل. انت تعال من هنا يا ولية. انا بقول كده قصادهم بس عشان ما يحسبوناش. الحاجات دي بتتنظر. اتفرج عليا بقى جوه، انا هعمل ايه؟ اه هوبا. ده معلش ايه عايز ايه؟ هي مش عايزه اتكلمك تاني بعد اللي انت عملته ده. ده مش من الدرب. انت ازاي تقبلي على نفسك اللي حصل ده؟ الرغبة. فيلم من إخراج علي بدرخان.